ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا النهارده جايه لكم فيديو جديد عن كريم انا بستخدمه. بس قبل ما اتكلم عن الفيديو، يا ريت تحطي لي لايك وتشتركي في القناه عشان اي فيديو اقدر انزله تقدري تستفيدي منه، ويوصل لك كل جديد مني او كل فيديو انا هعمله ان شاء الله. انا النهارده اتسالت عن كريم او الكريمات عامه اللي انا بستخدمها، يعني قالوا لي ايه الكريم اللي انت بتستخدميه وجاب معاكي نتيجه، يعني خصوصا بشرتي وجلدي وكده. فانا من زمان قوي بستخدم منتجات بنسينول. منتجات بنسينول الماده الفعاله بتاعتها كويسه جدا جدا جدا، حلوه. اولا هو كريم خفيف بيتشرب بسرعه. انا عامه ما بحبش الكريمات اللي بيتشربها الجلد بصعوبه، بحس انها تقيله عليا. بحب اجيب الكريمات الخفيفه واللي تتشربها يعني الجلد بسرعه، بحس انه بيريحني اكتر. هو ده الكريم، افضل كريم انا استخدمته، وعلى فكره بيخلص كتير وبستخدمه تاني. حتى ما عنديش مجال ان انا اقدر اشوف حاجه احسن، لا جدا انا بستخدمه ومريحني قوي. كريم ماكرو بانسينول، ماكرو بانسينول كريم لتنعيم وتجديد وحماية الجلد، يعني بينعم وبيجدد وبيعمل حماية كمان للجلد. طيب على فكرة في ستات كتير جدا بتستخدمه للأطفال، هو أساسا مكتوب عليه لا يستخدم لمنطقة الحفاضات للأطفال تحت سن 3 سنوات، يعني تقدري كمان تستخدميه لابنك، يعني معنى كده ان هو امن. طالما حاجه للاطفال مبيبقاش فيها ماده يعني صعبه او ماده تقيله جدا للاطفال او حاجه، فمعنى كده انه خفيف وكويس. اهو نفتحه معاكم، بس كده اهو، ادي ماكرو بنسينول اهو، كويس جدا. انا على فكره كنت بستخدم البنسينول العادي، يعني انا كنت بستخدم اللي زيه البنسينول بس، اهو حتى خلصان من عندي اهو اهو اهو، كريم بنسينول انا برضو كنت بستخدمه، خلص من عندي. بس انا هو انا حسيت انه في، على فكره في ناس بتستخدم بنسينول للشعر، في ناس بتستخدم منتجات بنسينول للشعر، انا ما جربتوش للشعر. هو طالع كتير قوي الناس بتتكلم عليه ان هو بيبقى حلو جدا للشعر، بصراحه ما استخدمتوش للشعر قبل كده، بس انا بجربه في الجلد جدا حلو جدا. بس انا ارتحت لده اكتر من ده، يعني ده انا ماكرو بنسينول عامه ده كان مش عارفه كان ب 12 جنيه باين، ده كان ب 12 جنيه جبته. بس انا ارتحت زي ما قلت لكم، الماكرو بنسينول خفيف قوي وريحته جميله جدا، يعني في ريحه اكتر من التاني، ده في ريحه وبيدي تنعيمه كده وبيدي ريحه حلوه قوي للجسم وللجلد كله. تمام، ده انا جبته بالمنطقه اللي انا قاعده فيها، جبته في حدود 29 جنيه، لكن هو في اي صيدليه بنات تقدري تجيبيه ب 18 19 جنيه، انا جبته ب 29 بس المنطقه اللي انا قاعده فيها كانت رافعه سعره شويه. لكن ماكرو بانسينول يعني جميل جدا. بص انا اخد منه حته كده صغيره استخدمه، شرب على طول يا بنات. بصي ايدي عامله ازاي، ترطيب ترطيب، يعني حاجه تحفه، جميل جدا جدا والله يا بنات. انا يعني انا بتمنى اي بنت تجربه وتقول لي، يعني حتى لو هي جربته ولقيته فيه حاجه تقدر تقول لي، بس انا حاسه يعني هو هيعجبها قوي 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 قوي، لان هو فعلا جميل جدا 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 جدا. ماكرو بانسينول ده من افضل الكريمات اللي انا استخدمته. الماده الفعاله بتاعته على فكره كويسه قوي قوي قوي، يعني هو تحسي بالفرق مثلا بعد شهر من استخدامه، تحسي لا ان في جلدك طري، تحس ان ناعم، ريحته حلوه، لا جميل جدا. هو انا بستخدمه من زمان قوي، وعلى فكره هو ساعات بيكون ناقص في الصيدليات، يعني انا ساعات بقعد اسال عليه في الصيدليات بيبقى مش موجود، بيبقى موجود البنسينول العادي بيبقى موجود دوت، لكن ده بيكون ناقص شويه في الصيدليات. تقدري برضو تشوفي يعني مكان مستحضرات تجميل كبير هتلاقيه فيه، يعني هو موجود بس بيبقى بيتاخد على طول من الصيدليات، يعني هو مطلوب على طول وجميل وسعره رخيص جدا وحلو. طب انا بستخدم جنبه ايه؟ انا بستخدم جنبه غسول وطبعا تونر، يعني بستخدم الغسول الاول بعد كده التونر بعد كده بحط الكريم وخلاص بنام. انا بستخدم بايوديرما، ده الغسول بتاعي، ده للبشرة للمختلطة مايلة للدهني
اهو انا بستخدمه للبشرة المايلة دهنيا، اسمه انا بستخدمه اسمه بيوديرما. ده من افضل الغسولات اللي انا استخدمتها وعجبتني جدا، يعني ده من افضل اللي انا استخدمته. انا اسفة جدا، معلش، ده من افضل اللي انا استخدمته يا بنات انا اسفة جدا بس التليفون وقع، جالي مكالمة كمان. ده من افضل الغسولات اللي انا بستخدمه، بستخدمه جدا، هو كويس قوي. بس هو غالي شوية، بس انا قربت اخلصه. كمان بغسل وشي بيه بالليل، وبعد كده بستخدم مكروبانسينول وخلاص. لو في تونر ماشي، ما فيش تونر ممكن استخدم ميه ورد، يعني بعد الغسول بحط ميه ورد على وشي واستنى وشي ينشف شويه واحط الميكروبنسلون وبنام. ده الروتين بتاعي بالليل، يعني بحب استخدم بالليل. في حاجه تانية برضو بتكون موجوده معايا، برضو ده بيكون موجود معايا في شنطتي على طول، ده كريم ايفا، كريم ترطيب برضو. يعني ساعات بصب المواعين بتاع الصابون، بيتعبني جدا خصوصا في المواعين، لو سيده متجوزه يعني زينا على طول ايدينا في الميه وفي الصابون، فبرضو بستخدم برضو كريم ايفا. بصوا برضو يا بنات انا مخلصه ازاي، يعني انا مش جايبه لكم حاجات هجربها معاكم، لا انا بوريكم الحاجات اللي انا استخدمتها، واتمنى اي بنت تستخدمه. يعني انا بشرتي مختلطه مايله لدهنيه، انا بشرتي مختلطه مايله لدهنيه. ده كريم ايفا انا جبته للبشره الدهنيه، مش عارفه واضح قدامكم ولا لا، او للبشره الدهنيه. بحس برضو ان حلو، لاني في الصيف بحبه قوي، يعني انا في الصيف بحب ده قوي، لاني في الصيف انا بحس ان بشرتي بتبقى جافه قوي، في الصيف مش في الشتاء، بحس ان بشرتي بتبقى جافه قوي، فبحط ده للبشره الدهنيه بيبقى حلو قوي معايا. لكن ده طبعا صيف شتاء، ده معايا ده حبيبي، ده كريم بنسينول. اتمنى اي بنت تستخدمه. طبعا انا بغسل وشي طبعا بالقطقوطه دي، انا جبتها من وسط البلد، اللي فيها كده الوش ناعمه، الشعريات بتاعتها ناعمه جدا جدا جدا، جبتها يعني من وسط البلد شارع 26 يوليو. حلوة قوي قوي يا بنات، يعني خفيفة على البشرة وانتي بتغسلي بشرتك. بصوا انا بستخدمها مع الغسول ده، بتبقى حلوة جدا 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 جدا. وكريم بنسونيل ماكرو بنسينول هيعجبكم قوي، من افضل المنتجات اللي انتوا تستخدموها. يعني كريم بنسينول حاجة كده تحفة، ان شاء الله يعجبكم، وباذن الله يعني تجربوه ويعجبكم قوي يا بنات. انا بستخدمه وبستخدم برضو معاه كمان البرفانات، ما بستخدمش برفانات قوي، بستخدم موزيلات برضو، هقول لكم عليها في فيديو برضو تاني، ومعطرات برضو هتكلم عليها، بس النهارده حبيت اتكلم عن ده مكروبنسينول. اتمنى ان انتوا تستخدموه وتقولوا لي ايه تجربتكم معايا، ان شاء الله يعجبكم، انا متاكده ان هو يعجبكم قوي. وباذن الله اجي لكم في فيديو جديد. لو عجبك الفيديو او حاسه ان انت حتى هتستفيدي مني، حطي لي لايك واشتراك. والفيديو الجاي ان شاء الله انا هوريكي البرفانات والحاجات اللي انا بستخدمها، ما بتسودش خالص، وهجيب لك برضو فيديوهات تانية حلوة جدا. اتمنى ان انتوا الفيديو يعجبكم وتحطوا لي لايك واشتراك، ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك، وان شاء الله اجي لكم فيديو جديد.